يعني القرار بتاع مصر حفاظا على المصلحة الوطنية واتساقا مع مجمل القرارات اللي اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يخص مجموعة المبيدات التي تندرج تحت ما يسمى بالنيونيكوتينويد، منع استخدام هذه المركبات إلا في البيوت المحمية، ومنع استخدامها في المناطق المكشوفة أو المناطق المفتوحة، لا رشا ولا حقنا ولا معاملة بذور، تفاديا لوجود أي متبقيات من هذه المبيدات بقيم أعلى من القيم اللي هي وضعها الاتحاد الأوروبي اللي هو 0.101، لأن هذا يخالف ما تم الاتفاق عليه. أهم ثلاث مركبات إيه هما في المجموعة دي يا دكتور؟ أهم ثلاث مركبات هما الأميدا كلوبرايد والسيموسوكسام والكلوسايندين، دول أهم ثلاث مركبات. ثلاث مبيدات يمنع استخدامها في الأوبن أريا أو في الحقول المفتوحة. تمام. تفاديا لوجود متبقيات تمنع صادراتنا من دخول دول أوروبا. أشكرك يا دكتور.